مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرتنا الاقتصادية. مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل بقرار السماح لجميع المستوردين بوضع آليات الأشغال العامة المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية والمستثنات من شرط الصنع بالاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري. وكانت الوزارة أصدرت القرار رقم 234 في 19 من أيار الماضي، سمحت بموجبه بوضع هذه الآليات بالاستهلاك المحلي حتى 30 من حزيران لعام 2013، شريطة أن تكون آليات الإشغال العامة المستعملة داخلة إلى المناطق الحرة ومسجلة في بياناتها الجمركية أصولا قبل نهاية العام الماضي، وأن تكون بحالة جيدة بناء على تقدير لجنة فنية مختصة تشكلت بقرار من وزير النقل. أكد إبراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي بدء فروع المصرف في جميع المحافظات بصرف قيمة المحصول لهذا العام، مشيرا إلى إيداع مبلغ 30 مليار ليرة سورية كدفعة أولى من قيمة الحبوب في المصارف الزراعية من أجل تسديدها للفلاحين ثمنا لمحاصيلهم، وإلى تحويل مبلغ 9 مليارات ليرة إلى حساب المؤسسة العامة لإكثار البذار من أجل استلام الأقماح المتعاقد عليها مع الفلاحين لإنتاج البذار للموسم الزراعي القادم. مبينا استعداد الحكومة لزيادة مبلغ الشراء كامل كميات الحبوب التي قد تزيد عن خطة شراء المحصول الموضوع من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لهذا العام. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة فاو أن ينمو الإنتاج الزراعي العالمي بمعدل 1.5% سنويا في المتوسط خلال العقد المقبل مقارنة بين عامي 2003 و2012. وعزت المنظمتان هذا التراجع في النمو إلى التوسع المحدود للأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد القيود على الموارد المتاحة وتفاقم الضغوط البيئية. وحذر تقرير صادر عنهما من ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بقدر يصل إلى 40%. وبين التقريران أن استهلاك السلع الزراعية الرئيسة سيزداد بمعدلات أسرع كثيرا في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والاقتصاديات الآسيوية الأخرى. قبل الختام نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة إلى أسامة وريم لمتابعة ما بقى من أخبار. شكرا.